هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اسي مابل، دنتالي. الحكومة السويدية تعلن اليوم أن استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين تشمل عدة مجالات، وتقوم على ضمان المصالح الأمنية القومية للبلاد وفتح آفاق الحوار مع بكين. الحكومة قدمت إلى البرلمان اليوم وثيقة تتضمن الخطوط العامة والسياسة الخارجية حول العلاقات الثنائية المشتركة مع الصين. وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي قالت لوكالة الأنباء السويدية تي تي إن الصين اليوم لها وجود عالمي وتأثير متزايد، وتطورها يؤثر على العالم بأسره، وهذا يؤدي إلى تنامي التحديات التي يجب علينا التعامل معها. كما قالت وكالة الصحة العامة السويدية تعلن أن المراكز الصحية أصبحت جاهزة من الآن لمواجهة موسم الإنفلونزا الموسمية، وأن جميع المقاطعات استطاعت تأمين ما يكفي من اللقاحات ضد المرض. السويد كانت عانت العام الماضي من نقص في عدد اللقاحات ضد مرض الإنفلونزا، لكن المقاطعات اشترت هذه السنة كميات كبيرة من اللقاحات كافية بحسب وكالة الصحة لتأمين حاجة المواطنين إليها الموسم المقبل. أرقام جديدة أصدرها مكتب الإحصاء الوطني السويدي تظهر أن مشكلة التنمر في المدارس السويدية في ازدياد مستمر، وإن المزيد من الطلاب يعانون من اضطرابات نفسية جسدية. وفق الأرقام الجديدة، فإن النسبة المئوية لظاهرة التنمر بين الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً في ازدياد مستمر. وبحسب الإحصاء الجديد، فإن نسبة الاضطرابات النفسية الجسدية أصبحت أكثر شيوعاً بين الفتيات في سن 15 عاماً، والأقل بين الأعمار من 11 إلى 13 عاماً. تدشن مدينة مالمو جنوب السويد يوم 8 من تشرين الأول أكتوبر الجاري تمثال نجم كرة القدم السويدي والعالمي المشهور سلطان، الذي تبرع به الاتحاد السويدي بكرة القدم لبلدية المدينة، وسيفتتح في وسط المدينة تمام الساعة 3 بعد الظهر. ويحضر مراسم الافتتاح اللاعب سلطان وعدد من مشاهير الفن والرياضة والمسؤولين، بالإضافة إلى جمهور واسع من أبناء المدينة. هددت هيئة بيئة العمل السويدية الخطوط الجوية الإسكندنافية ساس بفرض غرامة مالية عليها في حال لم تعمد إلى تحسين ظروف العمل فيها ومعالجة مشكلات بيئة العمل الخاصة بها. الهيئة طالبت الشركة باللجوء إلى جهات وموارد خارجية لمعالجة هذه المشاكل. وهذه ليست المرة الأولى التي توجه الهيئة انتقادات لساس، ففي ديسمبر عام 2017 أجرت هيئة بيئة العمل السويدية عملية تفتيش في ساس، كشفت فيها وجود أوجه قصور متعددة في بيئة عمل الشركة. هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عما سيحدث، متحدثا عن أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك، وذلك في يوم مصيري سيشهد محادثات جديدة بين بروكسل ولندن. المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية مينا أندريفا قالت إن جونسون سيجري اليوم محادثات هاتفية مكثفة مع رئيس المفوضية حول بريكست. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابل، دنتالي.